وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة واحدة في هذا الشهر شهر رمضان المبارك العمل فيها يعدل أكثر من 80 سنة، وهذا العمل الذي يبدأ من أول رمضان فيه تهيئة للنفس على الخيرات، مثل ما معنا في الحديث: يا باغي الخير أقبل. أنت في موسم الخير، في موسم الطاعة، في موسم العبادة، موسم الإقبال على الله سبحانه وتعالى.